بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بالخطبة عندي ملاحظة مهمة أرجو الإصغاء إليها والتفهم. أحبتي، إني مع الانتخابات عامة بشرط تضافر جهود المصلحين ومحبي هذا المشروع المبارك، مشروع الإصلاح، بكافة توجهاتهم لتشكيل كتلة عابرة للمحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية. اصغوا رجاء إلى الخطبة. للمحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية بعد الضغط الشعبي لتغيير مفوضية الانتخابات، التفتوا جيدا، بعد الضغط الشعبي لتغيير مفوضية الانتخابات المسيسة وقانون الانتخابات المجحف، أكرر، وقانون الانتخابات المجحف وتغيير الوجوه البائسة الفاسدة لتحصيل أغلبية إصلاحية، يستطيع من خلالها فسطاط الإصلاح تغيير واقع العراق المرير وإنقاذه من الاحتلال والميليشيات والإرهاب والفساد. وإني قد وضعت برنامجاً لذلك سنعلن عنه في القريب العاجل، فلا تقصروا رجاءً أحبتي في إنقاذ العراق تحت شعار العراق بين مشروع إصلاح الانتخابات ومشروع انتخاب الإصلاح.